ونرحب بضيفنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي محسن أم رمضان استاذ محسن اهلا بك من جديد على شاشه الغد اذا اردنا الحديث اليوم عن الخلافات السياسيه داخل اسرائيل منذ اشهر حتى اليوم الخلافات لا تزال مستمره ما بين الجسم السياسي والعسكري ولكن هل يمكن القول اليوم بما حدث يوم امس في الكابينت بان هذه الخلافات اليوم اصبحت جديه وقد بدات من الان؟ يعني طبعا هناك خلافات يجب عدم الاستهانة بها ولكن هناك أيضا وحدة أو يعني قواسم مشتركة بين أقطاب الحكومة الإسرائيلية على اختلاف مشاربهم وبين مجلس الحرب أيضا دفعت الولايات المتحدة من أجل التوازن بكل من جانس وأيزنكوت لأن يصبحوا أعضاء في مجلس الحرب ظنا منها بأن هذا سيخلق شكل من أشكال الضغط على كل من نتنياهو وجالاند الذين يعتبروا صقور يعني ومتطرفين وخاصة أن نتنياهو له مآرب ومصالح شخصية باستمرار أمد العدوان لأطول فترة زمنية ممكنة من أجل تجنيب ذاته ملاحقات القضائية على خلفية ملفات الفساد خذ بعين الاعتبار أن نتنياهو أراد أن يوحد الشارع الإسرائيلي خاصة أن قبل 7 أكتوبر كانت هناك تحركات شعبية عارمة ومظاهرات ضخمة جدا ده 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 وانقسم قضائية. الشارع الإسرائيلي ضد خطة الانقلاب على القضاء أو السيطرة على القضاء التي كان يريدها بالتحالف مع كل من سموتريتش ومن كفير مم. اليمين الديني المتطرف مم. والعنصري حتى يحمي ذاته وحتى في نفس الوقت ينفذ المخطط الصهيوني لدى هذين الحزبين اليمينيين الذين مم. يلتقون مع نتنياهو في أهداف أيديولوجية وسياسية محددة في مجلس الوزراء طبعا المصغر يوجد ممثل عن الشباك والموساد وابن كفير وسموتريتش وأيضا نتنياهو وجالند ويتم التشاور أيضا مع مجلس الحرب وخاصة جانس الذي يمثل المركز الآن وأسهمه تتصاعد على حساب شعبياً نتنياهو. على حساب نتنياهو في آخر استطلاع حصل على 25 صحيح. مقابل 15 إذا حصلت انتخابات الآن على موقع رئيس الوزراء وواضح أن جانس يمثل التيار الوسط والمتشدد ولكن الذي يراعي التفاهمات مع الإدارة الأمريكية ومع الوسط الدولي بمعنى هو قفاز من حرير أو نسخة جديدة من حزب العمل ولكن بصورة أكثر يمينية يعني من حزب العمل وأكثر تطرفا. هذا مطلوب لدى الإدارة الأمريكية أكثر من نتنياهو الذي لديه رصيد سلبي جدا على مستوى الفساد ولديه معارضة شديدة جدا بالشارع وهو يريد أن يورق الولايات المتحدة أيضا بصراعات إقليمية من خلال قراره باغتيال العروري القائد العروري على سبيل المثال الشهيد ويريد أن يجر المنطقة كلها إلى صراعات إقليمية من أجل حماية مصالحه الذاتية طبعا إضافة. الى الاهداف الاستراتيجيه مم. للمشروع الصهيوني بالتحالف ما... مع نيكفير وسموتريتش آه، لكي يفهم المشاهد انه حتى وان ذهب بنيامين نتنياهو آه. فلن ياتي احد اقل من صهيونيه بنيامين نتنياهو ايضا على الفلسطيني بالتاكيد يعني جانس لا يؤمن بالدوله الفلسطينيه المستقله مم. لا يؤمن بحقوق الشعب الفلسطيني بقرارات الشرعية الدولية ربما هو يريد كيان فلسطيني لإدارة شؤون السكان أو يتوافق مع فكرة الإدارة الأمريكية حول سلطة متجددة هذه السلطة تنفذ ما يسمى باستحقاق التنسيق الأمني ولكن لا تتحول إلى دولة ذات سيادة تملك الحق في تقرير المصير وتهم أنه يريد السلطة الفلسطينية ذاتها أن تكون هي التي تستولى على قطاع غزة وتحكم قطاع غزة هذا ما قاله هذا أبن ما كفير. يريده جانس وهذا ما فجر الخلاف مع ابن كفير بأن جانس ليس هو الذي يجب أن يحدد مصير اليوم التالي موقف العدوان اريد ان اشير بل حتى انه اتهمه بانه السبب في السابع من اكتوبر طبعا هذا في اطار الملاسنات والتنافس لان نيكفير وسموتريتش يعتقدوا انهم سيصبحوا هم التيار المركزي في مواجهه جانس وما يسمى بتحالف الوسط واليسار ولا يوجد يسار بس هكذا تسمى التسمية التي يعبر عنها غانس وبالتالي هم يريدوا أن يوجهوا الاتهامات إلى غانس خاصة إذا أدركنا أن هناك إدراك من كل من غانس وبنكفير كفير وسموتريتش بأننا نتنياهو ذاهب في لحظة ما لأن أسهمه هو يضعف ويتراجع على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي تتأكل. وشعبيته تتآكل مم. والكل يدرك أنه يسعى إلى مصالحه الشخصية ومصالح ابنه يائير وزوجته سارة أكثر من مصالح السياسية لدولة الاحتلال بالمعنى العريض مم. وبالمعنى الواسع وبالتالي هم يعتقدوا بأن الخصم المركزي هو جانس مم. هم لا يريدوا جانس أن يتقدم على المستوى الشعبي وعلى مستوى رئاسة الوزراء في أي انتخابات قادمة خاصة أن رئيس المعارضة لابيد دعا لإجراء انتخابات بالرغم من استمرار الحرب مم. يعني هناك عرف في دولة الاحتلال أو شبه قانون أنه ما دامت هناك حرب وخطر وجودي بين قوسين تتأجل العمليات الانتخابية مم. والإدارية والقانونية والأولوية و... للحرب والأولوية لوحدة مم. الحالة في مواجهة الحرب هل تعتقد اليوم أن هناك وحدة في اسرائيل على الأقل هناك وحدة فيما يخص استمرار هذه الحرب، هناك اختلاف فقط في الاهداف. طبعا يعني هناك وحده كما ذكرت انا قبل قليل ان هناك عقليه القبيله، عقليه ما قبل الدوله، عقليه ان هناك خطر وجودي، توحد المجتمع الاسرائيلي اليسار واليمين والوسط باتجاه مواجهه هذا الخطر الوجودي. الان الخلافه ذات طابع تكتيكي وذات طابع اجتهادي بما يتعلق في إدارة الحرب نفسها وفي موضوع اليوم التالي هم يضللوا الرأي العام العالمي ويضللوا الإعلام بصورة عامة باتجاه النقاش على موضوع اليوم التالي وهم مستمرين بالمجازر بمعنى أن الأولوية يريد أن يعيدوا إرباك أولويات المجتمع الدولي بدلاً من أن تكون الأولوية وقف الدم المتدفق وشلال الدم النازف بحق الأطفال الفلسطينيين والنساء الفلسطينيين والمدنيين الأبرياء الفلسطينيين يريدوا أن يشغلوا العالم في النقاش حول اليوم التالي وأيهما آه يعني أفضل هل هي رؤية جانس المتوافقة مع الإدارة الأمريكية حول الاتيان بالسلطة إلى قطاع غزة وإدارة محلية أو رؤية نتنياهو لإدارة الح... مدنية أو فكرة العائلات أه. رغم أن الأولوية يجب أن تنصب لوقف المجازر كيف يمكن الحديث في اسرائيل وحتى في داخل اروقه البيت الابيض عن اليوم التالي لغزه وبالتالي الميدان هو من يحكم والان السيطره والميدان لحماس. اكيد يعني الميدان هو الذي يحكم وبالتالي الهدف من هذه المساله هو اشغال الراي العام الاسرائيلي والعالمي تجاه هذه المساله والفلسطيني في نفس ارباك يعني محاوله ارباك الاوراق بصوره عامه لان هم يتحدثوا عن المرحلة الثالثة مثلا مم. مم. آه على اعتبار المرحلة الثالثة يجب ان تتركز على عمليات الاستئصال الجراحية واستهداف قادة محددين وكوادر ميدانيين وايضا استهداف آه منطقة الجنوب خان يونس وغيرها آه لكن كل الحديث على موضوع اليوم التالي في اطار الصراع السياسي والايديولوجي والحزبي ما بين معسكر اليمين الفاشي والمتطرف الذي يقوده سموتريتش وما وبين معسكر جانس المركز هو في اطار المنافسه على السيطره على الشارع الاسرائيلي وفي اطار اشغال الراي العام العالمي رغم ان الاثنين متفقين على استمرار المجازر والعدوان على قطاع غزه ولكن جانس يريد ان يبرز بعض الخيوط التفاهميه مع الاداره الامريكيه وبعض الاشارات التي من الممكن المجتمع الغربي والدولي والأوروبي يستوعبها باتجاه معالجات سياسية لأن المجتمع العالمي في كثير بلدان بالعالم بدا مزاج وتوجهات حتى الحكومات تتغير أمام سلسلة المجازر التي تستهدف المدنيين والمدارس والمستشفيات والبنية التحتية وتعطيل مقومات الحياة الأساسية وتدمير البنية التحتية والمنازل وغيرها وكل يوم بالمعدل 200-300 شهيد وبالتالي هو يريد أن يعطي انطباع بأن هناك أحد الأشخاص القياديين في دولة الاحتلال يريد معالجات سياسية وليس فقط الاستمرار في العمليات الأمنية والعسكرية بحق الشعب الفلسطيني <applause> كان بودنا أن نطول أكثر في هذه المقابلة ولكن انتهى وقت هذه المقابلة أشكرك جزيل الشكر الأستاذ محسن أبو رمضان الكاتب والباحث السياسي